موسم الكرز في قرى الجولان بات خلال السنوات الماضية مقصدا لعشرات الآلاف من أبناء الجليل والكرمل، فالكرز ومن خلال القطف اليدوي للزائرين والتمتع بمناظر الجولان وطبيعته أعطى للمنطقة طابعا سياحيا من نوع جديد. فالسكان الذين لا يستفيدون من موسم الثلوج والسياحة في فصل الشتاء بات موسم الكرز من أهم مصادر رزقهم، خاصة هذا العام وعلى الرغم من جائحة كورونا، إلا أن الزوار للجولان ولبساتين الكرز استمروا بالوصول، حيث بات هنالك أسواق لاستقبالهم ولبيع منتوجات وفواكه أخرى كنوع من الترويج والتسويق السياحي. كل سنة منيجي عند الحج هون إملو آي من لقة الكرز، نتبطع بخضار الشجر والكرز اللونين الفاتح والغامق، كتير متعة عنا كل سنة يعني نيجي لهون. ويعتبر موسم الكرز في الجولان ثاني المواسم الزراعية الهامة بعد التفاح، حيث يزرع في بساتين مصعدة ومجد الشمس وبقعاثة على مساحات تصل لستة آلاف دنم. وعلى الرغم من عدد الزوار الكبير، إلا أن مزارعي الجولان يعانون من أزمة الأسعار وانخفاضها عن السوق المحلي بشكل كبير بسبب سوء التسويق في قراهم وعدم القدرة على التخزين في مخازن التبريد الخاصة بالتفاح، إضافة إلى المنافسة مع منتجات المستوطنات التي تعتبر السبب الرئيس لهبوط الأسعار، وأيضا العوامل الطبيعية التي غالبا لا تكون لصالح المزارع. ورغم كل ذلك يبقى لكرز الجولان نكهته الخاصة وطعمه المميز وأهله الطيبون.